داود يا هبين كلاب سواح من أسبوع لسه دون قلت كده كتب تنقل سؤال وهذا برنامج كم حاكو بحي برنامج كم حاكو بحي حبنتي سي لما كان حنا كان ما بين دو وضحن تشغلي بني يبدلن عاوة وحن ده تشغنا مقالة دوسة مرد إيو مدهوينة عبد كاري قرقر بان هرتا سوى سلامينا قرقر يا عاصمة دوسة مرد بان ده تشغنا مقالة دوسة مرد واشتن ته واللي سويتلي شربونا كفر شري مقالة دوسة مرد شركاس وجديد سوها دم لا دغالنكا وجيغا لباد على الشباب او غلمودك فود اي جرين دونتو بوودياشي عاقلدي واخ غردكي iyo xildhibaanadii iyo intii ka qayb gali kartaa halkaas ay qayb galeen labada gole ee dawladda federaalka Soomaali laakiin magaalada Dhuusamareeb waxay ciiraysaa magaalada Dhuusamareeb waxa la sheegayaa in dhawaan 2-3 bar gudahood uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaali mudane Xasan Maxamuud uu tagi doono magaalada Dhuusamareeb halkaasna shankarorti wajiga labada al shabaab saaba habadda rid doona leey shankaror qofkaana oo qowma qofku u horreeyo habadda ridaa كوفيده ماشي عدو وجلو مركم مدعونه وعلى الله يهاب شنكررتي بيقولوا في ذلك يابا عبد كاري قرقر عليس بدن باسارا هذا هو اللو ترسايا وقانك عزبيها يدما جديد وو ترسايا لا بيحوغا لابدي السنو قومال ويبال نافل عيها ماهاني وحي حيبا مرر اي كتقلو سانو وضي كالات ماشي قيا سيدا ورقو شيغا هيان ويلك اللي هو لنواي نيسي جوغا او تلي يوري انه سجود افكا وكا حيستي ما هاد صلاد لما كان حنا قام برامج وبرامج لما كان حنا قام ما هاد صلاد توريدي افكا فيسبوك يوغيلي وقلقلي ميكي فهد هادا قد وطور حتى اللي بان نمدي قد باربا انو ما يشاه وغا اتخلصهي لكن بل اكاد بالي ليه لابد السنة حبنا ما طوعي وغا هقار كاسي الشيقاي اسكو صوت الضب وتجي لباد دقال كار شباب وليس يوغلا سارن قرقر قرقر وكو قصبين هاي inu odayaashii wax kardkii umada shiriyo oo yiraahdo waa dagaal galeena waana la hor socdaa xaalad masaran arintanina wax ay ka dhalatay wajiga labaad ee dagaalka murreeyay in la galo laakiin lug dambeedin iyo jalaafo iyo balaayo iyo shaydaan nin imaraad iyo Ethiopia keen isku halay weligis barbar magaaro dhibaatadaas ay leedahay waa ciidankii Black Lion la lahaa oo soo socday oo hawlaha cirka marahay oo wixii waxa la leeyahay xogaa in la dhaawayn ba jira waxna laga yaabaa in la drop gareeyo kadib markii dalka Emirates-ka wixii uu siiyay iyo balaayadii iyo balanqaadkii uu sameeyay wuxuu ogaa lug dambeedin wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud galmudug dagaalka bilaabaya wajiga labaad dagaalka waa suicide uu galaya dagaalka ama Black Lion has choked ama Yusuf Chogin qorshuhu saas buu sheegaya inta aan sharaxaad bal dib aan idin ka dhigi doono iyo wixii soo kordha iyo su'aalahan ka weydiin doono qorqor إلا نضيل فيه حيو مبتانين ناقل وضيه ناقل قرقيل ونكا عمقا بدان مركا أضاقو واكو قصبيها يهو شغو وضا بالقرقورو أرين تاسي أيضا شركي أوفري عم برجعنا ما هتصلاد ماشي فديا قرياش دولة ماشي فديا رسالة بس عطا هاوسنا سيدا ورك شيء جايان بلاك لايون كستها صوت ده هو مدعوين حسي شير محمود وحاقق عن سو عالم كقطسه إن نبكة تايوان إنه قل مدب يهير شباب الكبر يهير شباب الحوجا أو عرباتي رو دنك خلاف كيس مملكي إيران استيل يهير شباب اللي هي يسوع قريه بجد واحد رتاي وعباك جد لكن ماشي warmaha kala qaadanaya waa galmudug magaalada Eelbuur baan weerar ku socdaa taasoo jahan laga weerar doona shabaab isaga sii qadaba magaalada dil ugu yimaado adaa wakiilka waa wey reer galmudug oo in dhacdayn ayaa soo socda qol qor 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 baan arki doonaa bal wuxuu yiraahdo su'aal ka weydiin doona hadii la yiraahdo way katashiga deegaanada ku harsan haraadiga argagixisada ee sida nafla caariga ah ay wali ugu sii dambeeyaan sidii looga sifay lahaa iyo marka laga sifeeyo xasiloonida
أحمد شير بعد دوان لفوري مقالة دوس مريبنا وعير إير إيسا وادو تشيدة حالة دو مسه لنا مدحدي دل كورنون باي سوقوب تمت هاوش مال في عمبي مريسا وتشيق اللي بادا الشباب فوق دل در ربا حقي حالة دو مريسا حالة دو مريسا وقف علي دو مريسا رولهان تي وحالة قرن كتانة تي حالة دو حالة أدو ونكسن قلوين لغف الايو ملحولة الصومالية أي حواني ما دور مقالة موتسو مقالة عن إله دو سمريب هذا واحد جو ملح سريع وكمدي هاي سريع أنا بتصور ده مركا مجرد الويب نفس السنة هاي وحصة قرعة ملح كل الدول يعني إذا ما نوعية كل الدولنا دولة كل نشر شنو قدومي ملحوينا كل أهم عبد كاري غفار أو الأولى اللي هي تذكر تيجينا استجين ملح دولية واي هاي فرقلة أحمد فرقلة أحمد شرف فرقلة لا تليها مدحوينها دولة قبلات قل مدق هرينا وها وسيرك وفافنت الدولة هاي هي كتب صومي هي هي كتب صومي ما 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 مغلسة سوى ناكسن هروسا ألو سفع هي كتب صومي مغلط وسمرهب مغلط وسمرهب حتى لا تدفع عيسو ديار لا يعني شعب يدولة اللي سودوية كعمفر الوسودوية مدحوينها الجمهورية مدحوين حسن معان كل هذا هذا لو قد يركروري وحكلهم مقرا يعيدونا اسكو دوبنانتا دولد الكلم دوغي دولد فدرال كاحكي وضا شقين تديهن كم مقرسة مركين تاسو قال اسكو سوحوريا وحا ايبا هاي امام مقاطة وعوي قلوين عسو هيا تا الكلم دوغي صوماليا اوغن لغن حرق دوركيس ديغانا دا اي شقاديين هربرلانت عدو جوغو وحنا فلينا ان مدحوينا الصوماليا حسن يوفتغيسو اي دو سمرهب أي بكي الحمل كلها برهن أي لقم مران دوسر ربيلا دوسرين تود تود أود حيسا أيضا نظيفة دولة هالكاس كجرا يدولة كوبلجار يدولة الصومالي ناس ككاشرين قوش الأمور الجوية وعمل داس حس الشيخ أو دوسر ربي لقم قطع مقدس ويا أحمد أحمد شرف فلقلة الله تريها أحمد حويناها دولة قبلات كبلة جبلان قل جل سوحر الله قل مدب ما ممكن كل مدوب ما راح تقول نقاقة وأقدر كرتاي وحالات مثلا ما شكررت يا حبدا دوه وادد أنك أسقف يعني ما كلام مرك الله في ريو أورك لسنا والجماعة دقيقة من كل شيء ما يا أور لسنا والجماعة اللي هذا مجر وصارت كل صنع فيها مجر تدخل على السنة ساعة ما تدير يقولوا يعني أنا حق يا قلب مدوب قواريش هي أهل كل من اللي قبلي قالوا مركا أتقدر أن يقول سنة سواء هذا ما هو صلى الله عليه وسلم قفل ماسك السنة لكن هو السنة اللي هذا قلبه كجرى مجرى وايا وحاورك بشيك هيان إن مدحوينها ويدين مرتين قل دونا مدن هلكا ودقران دونا إلا إن قلبه لقصة وصفينها هي جروب كان أفكا دوبا إنو هلكا سكو سكنان دونا المسؤولية دي نوع عاسو كلا قلبه الموضي عرسلتا يا هوفشا سيدا إنا كالتورتا يدي عيدا كتراك سوماري هذا كل ما هو دولت دولت مكالمين سو قياس تلاقيها تلاقيها يستوي حوي تقال طوفانة وقت بدل قادني بركا سيدا تسمع يقول جاي اللي من حولي هالكاس اللي كسر يستنا يا واحد كده جاي إن كل ما هو أي تاجيت كل ما هو واحد يلا أي كوفان تابا هدا ولا حوي هذا تقال مارتو إلى يستوي جستي على يهين هذا دولت كوبل دولت فدرال كايو من حولي هذا يا شرا سي طوفانه الله قاعده وقت بدل قادر مسي وقت اللي هذا مدعوين ورقه صليك وحاجه ورشيغه ان لبدن دوله قبلاده قلمد يشير شبيله ايدمد اصحابته اسبحايسيغا بلاك لايون لبحي
أي سكة قيب جلين أو أي سقف ليهين مركب لهم عويس لي دودة يعيدا كقرنك يعيدا ماذا دراويش تقبل ماذا دجان شو جا أريد أسمع واحد ما شرت عم يسوى ذكر قيب قادنا هنا دجا أريد إن دجا الكل جلايو إذا ماذا جلايو يتعب كي حنانك هو هم للتري أو ولا غير وعين وحكر سعي لكن ما يبدأ أنا نوع أقنع وعي دولة فدرال كا دولة هالكا كجلاي إسبايس حوك راسة الكلب إسبايس حوك كان أيا كده هي أو من السن أو عد قاعد يسون أسرع سكوف الله شو ذروة عوي ما ما هي دولة بهي الشيء وأمين على بغض أو وقت قادر هذا ما عصرتهاي أحمد شرف فلقل وسير كهرباء ورفافلت الدولة قبلت كجلب مدو حد أنا أهل تليها مدح وينها دولة قبلت كجلب مدو فلقل هذا ما عصرته عليك أبو عليك أبو ويا ولا وليش ويا هاي طبعاً وحها وسيرك هري ورفع فنتا الدولة قبلت كل مدة حد أنا لتريها مدح وينها أو قصة جن ديجان كي عرفتها كوري سمي قرقر طبعاً شربوا فريش لي مدح وينه هنا وقصة فولي هاي حالات دمسها لنا قل مدة قل مدة والقية قانا هدي دجال قشين يقولي ستة أنت بدم طبعاً هلا ديك بكتها سوق أيضاً دولة نك تاجرين إدكرب تاجن يشرب يكبر الله داسي أورك الشباب ما تلا الله تعالى يهور تاجنا ينو الله تعالى ينو يقدر حيارته إلى ينو شباب الناس هذه إلى هاي طبعاً ذاك كلام مركل في ريو طبعاً قرقر فرق للناس شركة سنوفري ذاك كلام مركل في ريو طبعاً قطبة قرقر بعوض حرب أو حير ناس يدق يسون لا إلا بدق صدق دق هذي اللي رأي مذهبنا قلب دوبيو كفتك لما كره أنا كان كلف تركيز من طبعاً على كاستوي لي من زوجة هذا أو دقائق يصعدك يقولك أقول ما يستري بودها صوار يوم البحر قرحان الدجاج هذا قلب دوب وسويين سيد الوقت قلها لوكر قلها لو رقم قدر هاسي أن كل هر لهي إن تشو تاسكو هر يهدى ليرا يلا بس هر شغلي مركز دجاجنا لقى حرية ولقى حرية يا إن شاء الله وهمنا إلهي ذكيزة مركز دجاجنا لقى حرية إن دجاجنا هاسي نقدام برشوا كلنا نقطور برشوا على وذا شرته هر مر إيو هر صار خش قيّة لقى شقيّة si loo gaarsiinaha atashiga labaad uu yahay oo laga qayb qaadanaha xasilloonida iyo hor socodka deegaanka insha Allah waxaan jeedinaa maalmaha soo socda labadaas qodob inaad ka gaartaan wax weyn inaad ka gaartaan rabo wax ku ool ah midna degood ahaan galmudugo ayaad kala sabantihiin ama ugu horeysa واحد من حرين تيجي كلام قاعدة شديدة مدرنا ديجان نداس إيو إني دات كودي لبنتي ديجان نداس كسوتشي داي يجي يجوعان أو مركي على الطقو فكر كي يتلاقي هالك على الوكر في أي كم وقت أن ترى وابد الله ما ذيك قاعدة أنا دي ليلة مركي وحنا لنا هاي بدنا يعني بروي بدنا هذا شرف تله تشجعس يو كلكاس إن شاء الله ملحوتية ليك حبرنا وعصبك أن ملحوينا عبد الكاري قرقر طبعا قضية شاسي وحقرت كي نقك مسؤولين سياسيين تقول الله الله يو وحقك شاري قرقر ولا تش لبري سعنا يعدي يصير كأذك شابتين لكن كأنك واظهر مرسين هاي تلكميشة قرقر oo ah dib u xoreynta deegaamada iyo wajiga labaad ee dagaalka shabaab waaba ilaa misbaha aan israacnayna keenay taagantahay dagaalka markuma garan karo wax laga wada shanay barnaamijka barnaamijki lama kala xanaaqaan marka qaar kood waa la soo diidiba marka dabcan wada tashigaasi hadda aad wada bir loo fadhinahay madaxweynaha ilaa misbaha dagaalka maar wadul qaadayna ilaahay idinkii marka aad isu geeyno murugayaga iyo maalkayaga oo aan loo kala harin guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer galmudug waxaan leenahay inta yar oo ay ku sugan yihiin oo dhibaatada wali ku hayaan aan sidaas isugu tagno oo garab galno dhammaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan ee labada hadda maasta
ان بالحونه قرقر و اعلاميه دغالكا شركان ودا تشغنا دبعا انتو يري با ذكرت قرعه على رسو صار دونا خلو لي دونا نسو ذكر لو دغالمه هو هيل يو هو سوايد للدب عن شرد اذا كلا قرب و خي معوس لي هو شال كاسي جل دولتا برنامج كلا مكلا حناقان كاسو خا مدخينها قلبد عبد كاري قرقر او تي رئيس بدل دول ساري حساب دغالك سينو صبيري ملاتوي دي سوماليا اني سو دغي دولتو بوسكلسي الى ليسن هي حالدو اي بدن هي سنديه سلاله سو marka suguna difaac ba ku jira waan in qoday dadkiisu isku wata isku wata dadkiisu galmudu ku isku wata ilaa hadda galmudu qeyl ka soo yeeray madaxweyne dadkiisu isku wata way isma tulisi wanaagsan isku wata guuliy gobnimo u rajaynayna adaan ilaamiyo waan ilaamiyo sabab shirkan from chawa ugnaa wax ka soo bixi doona waa nooc ilaansata dhanka kale marka la fiiriyo maqshahan sida wararku ay sheegayaan anagu saxaafad baanahay lama kala hanaaqaan oo soo gudbinayna waxaan aragnay ciidamada Black Lion la baxay oo Kenya, Djibouti iyo Ethiopia waxay ahayd qorshaha mar hore inay bilaabaan inkastoo markii horeba qorshaha uu ugu jirin inay ka hawl galaan goboladan Hirshabeelle iyo Galmudug oo u ahaa Jubaland iyo Koonfur Galbeed awoodda halkaas inay ka hawl galaan ay ahayd haddana ragaadin iyo isdaba marin badan baa jirtaa leeyahay Emirates oo ballan qaaday sahaydooda rasaastooda hubkooda mushaarkooda bulucbulucooda awlahooda oo dana kala asagu wata dawladda federaalkaana ka ballan qaaday waxa weey dawladda federaalka ahayna cadawgaaga cadawgu suu cadawgaaga waxba yeeyayna in isku xirso isku wado maratay ku jarjarada ku fuusho Emiratki baa weey ka kala socon la yihiin baa wararka ay sheegayaan dabcan dabcan qalahan iyo jiraajido dhasaasi qorayaan kadib markii dalka Imaaraadka laga waayay hawlihii looga baahnaa iyo awlba Imaaraadku ilaaba wuxuu ahaa marka lama kala hanaaqan rajo lama kala hanaaqan marka arrimahaas waxaad moodaa dib u dhac weyn oo ku jiro suluug badan laga qabo arintaas dalalkii ciidamada soo dir lahaayo xogaa qasnadooda ku ridan lahaa oo xogaa qasnadii wixii aan midha waxba ka kala dhiman wali marka goos garaac wali ku hayaa madaxweyne Cabdi Shir Maxamed Cabdi Shir sidoo warar ku sheegayaan wuxuu goostay in Black Lion iyo buruqdooda dib u dhigo Hirshabeelle iyo Galmudug la kala baxo hadii la kala bixi karo ana asaga filan buu taagan yahay ciidamada ugu awooda badnaa dhul sumareed iyo waxa soo dhan awalba iyagoo dadka halka jooga iska wada tababaraba dad iska tababaran oo iyagoo ordaya shishka saas push ugu sii waa dad iska tababaran marka waxay rajaynayaan in halkaasi dagaalka laga soo bilaabo doono mar walba dawladda Soomaaliya guul baan rajaynaynaa adoo kasta mid dabada iyo mid gudahaana waa garabkeeda umadu taagantaan taagana marka guul iyo sharaf baan rajaynaynaa dhanka kale warqad ka soo baxday wasaaradda qorsheynta maanta oo guddi la magacaabay golaha wasiirada ay soo ansixiyeen dadka Soomaaliyeed qaatir bay taageen dadka Soomaaliyeed madaxdi qaatir bay ka taageen warqadan waa warqad guddi maanta oo soo ansixiyeen golaha wasiirada maanta qamisa hawsha guddiga statistics-ka la magacaabay iyo qorsheynta iyo hawlahaas iyo kala dambarkii iyo barnaamijka statistics-ka oo qiyaastii ah ninka guddigaas oo dhowrka kooban waxa lagu dhaxarkay sida wararka sheegayaan gabar uu dhalay guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe inkastoo gabadhu xaq u leedahay sida gabadha madaxweynuhu xaq u leedahay haddana de sanadkan sheeko cusub oo soo baxday liiskii qoraayba gabdhihii baa ugu horreeyay oo Allah noo daay gabdhahan lama kala hanaaqan gabdhahan waa gabdhahani wax walbana xaq ay u leeyihiin laakiin table ee dabcan laakiin dad mudka mudnaan kara jira imtixaan loo galo washal kala waxay si wasiirka qorsheynta peena si baarlamaanka loo ansixiyo aadan madow burku ugu dhufto yiraahdo waa la ansixiyay gacanta loo taagaa oo yiraahdo gabadhiisi iyo dadka aad u mudnaan sida wararku ay sheegayaan anagu saxaafad baan lama kala hanaaqan waxa aragnaa soo gudbinaynaa dabcan waxaan rajaynaynaa musuqmaasuq walaal dagaalaya musuqmaasuq meel uu gala xilalku gala musuqmaasuq wuxuu gala lacagta wuxuu gala iibta wuxuu gala cadaalad darada meel baa musuqmaasuq gala dadka maxkamadaha la saaray ma waraaqaha ma maxkamada la saaro oo ilaahay laga baqo oo maxaa ugu sareysa dalka madaxweynaha ama gudoomi baarlamaanka hade waa ku meel alla meel ka arko isku makamkay ilaahay ka baqa dadku waa dadba isugu haya idan toortay oo cadaalad fala umadu cadaalad fala xaq u leeyeen gabdhiini arrintii inkasta xaq leeyeen hadda lama kala hanaaqan galmudug guul baan rajaynaynaa ciidamada qaranka guul baan rajaynaynaa al shabaab guul darran rajaynaynaa hadii awood ilaahay idmo iyo wax
balaayada umada wareeriyo madax duuba waxaan rajaynaynaa guul iyo gobolnimo barnaamijka midda mid aan kulmi doono anigo cabdiraxmaan cabdullaahi shura waxaan u sii mahad celinhayaa la taliyaha madaxweynaha falagle oo si degdeg ah aan qadka aan soo buskareeyay igana aqbalay aad baan ugu mahad celinayaa barnaamij bartamihiis anoo ku jira aan la xiriiray marka ontasbood aan kula xiriiray marka aad baan ugu mahad celinayaa axmed falagle wasiirka hore oo faafinta ahna la taliyaha madaxweynaha dowladda galmudug anigoo cabdiraxmaan cabdullaahi shura barnaamijka midda aan kulmi doono waxaan ka gadkaya sidaas wey nabaad galmudug.